طبعا. انت ختمت مشوارك في اخر مباراه لعبتها كانت ضد المقاولين العرب سنه تقريبا كانت سنه 83 83 لا 83 لان 82 احنا خدنا البطوله و83 انصبت في البطوله قبل الماتش النهائي. بس جبت جون في المباراه دي. جبت المقاولين في المقاولين في بلعب كسبنا 1-0. هم كانوا بيلعبوا معانا في الدور الثمانيه انا اظن او دور الثمانيه كان دور الثمانيه واحنا كسبنا جاب جول الماتش الاولاني 0-0 وثاني ماتش احنا كسبنا 1-0 بالظبط كده. انت فاكر في المباراه دي بالذات لما اصبت احنا طبعا افتكرنا اصابه عاديه وخلاص. ايوه والطبيعي كده. وانت اعلنت بعد كده وقلت ان ادي الاصابه هنا هي يا كابتن مختار اهي يعني مختار بيجري بالكره عادي وسعيد الشيشيني بيخش من ورا على الكوره. فالناس افتكرت ان سعيد الشيشيني قاصد وقال لك بعد كده ده قاعد على رجليه وي وي والكلام ده كله. احكي لنا بقى قصه الاصابه دي. شوف الكوره لما اتعمل كده انا عارف سعيد داشينج. فلما انا حتى لو شفتني انا جبت الكوره يعني ايه حطيتها قدامه عشان احجزه بحيث ان هو ما يشتركش معايا في الكوره. فيمكن يعني اكيد ان هو يمكن ريح عليك ريح في 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 امر بسيط لكن كان هو ده القدر رب العالمين. فحتى يعني لما وقعت ما حدش متخيل ان انا احنا كلنا قلنا ده مختار وقع بسيطه. في ثاني يوم جيت النادي كانت رجليا بالسي دي ورم غير طبيعي. بس انت كنت متوقع ان تبقى الاصابه كبيره كده؟ لا ولا كنت اعرف في حته الاصابه ما كانتش معروفه. حته الرباط الصليبي ما كانش معروف. نعم يعني اياميها انا ظني والله اعلم يعني ان انا اول واحد انصبت رباط صليبي في مصر وبطلت بيه. ما كانش معروف بالدرجه دي. بس يمكن انا لما جيت تاني يوم وهي ركبتي كده الدكتور اللي كان موجود عمل لي بزل. والبزل ده اذاك؟ اكيد ده ممكن يكون من الاسباب الاذيه. انت قعدت قد ايه في الاصابه دي وسافرت كم مره؟ سافرت مرتين. المره الاولانيه عملت عمليه حتى ما جيت هنا ما كانتش باينه. عملت عمليه ايه لدرجه كان في دكتور مصطفى الشرقاوي الله يرحمه كان هو ده الاساس بتاعنا يعني. قال لي انت ايه العمليه اللي انت عملتها؟ فحتى كان معايا الدكتور اللي عمل لي العمليه اللي كان معايا المصري يعني. فالدكتور قعد يعني يناقشه مناقشه شديده عليه. فاكر الصوره دي؟ دي في الماتش اللي انا اخر اللي هو الماتش بتاع الاعتزال بتاعي جبت فيه سعيد الشيشيني وعلى اساس اني يعني كان في ضغوط عليهم في نادي المقاولين بشكل كبير جدا جدا وهو السبب وكده. فانا نزلته معايا المباراه لان طبعا كان وديت على فكره كانت سبب كبير جدا جدا في اللجنه الاولمبيه ان هي تديني وسام. فكان وسام هايل جدا يعني. طيب.